الكرام أيها الحفل الكريم في هذا الصباح، وأيضا إثارتنا مستمرة، تهانينا وناموس للأخوة الذين حصلوا على المراكز الأوائل في هذا الصباح وبهذه الإبداعات المستمرة. يا سلام، أتينا إلى شوط الختام، أتينا إلى شوط الختام وختام المسك. تابعنا الشوط الذي انتهى وكانت همس وناصر بن محمد بن دربش العامري قدم همس بتقدم رايع جميل مع اللحظات الأخيرة. وأذكر بصاحب التوقيت الأفضل اللي هم طيلان ومحمد بن سالم بن عنوده العامري، 7:59 هو صاحب التوقيت الأفضل في هذا الصباح. أسير مع شوطنا 16 في مجموعة الأشواط الأبكار المهجنات الأصايل التي تسير في هذا المسار وفي هذا الإبداع المستمر. مقدمة الشوط والمركز الأول والصدارة أمجاد مع المركز الأول، يقدم أمجاد في هذه اللحظات سلطان بن محمد الشامسي مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الإبداع المستمر، بينما تابع المركز الثاني في هذه الانطلاقة وبهذه الإبداعات المستمرة. ما شاء الله مع المركز الثاني بدأت تغير في هذه الانطلاقة، الظفرة ومسلم بن خلفان بن محمد المنصوري قدم الظفرة مع المركز الأول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني تتقدم وتأتي كذلك أيضا أمجاد يقدمها أيضا هناك محمد بن سلطان الشامسي مع المركز الثاني في هذه الانطلاق. المركز الثالث تابع لي المركز الثالث والوصول والانطلاق من خلال تواجد أيضا الذيبة مبارك من هضبان بن فالح الشامسي، خذت المركز الثالث. المركز الرابع تابع لإشعار بن دربش، بدأ يدخل في هذه اللحظات ويتقدم في هذه الإثارة المستمرة من خلال تواجد العبور حمد بن محمد بن سعيد بن سالم بن دربش العامري، خذت المركز الثالث لكن اللي غيرت وانتقلت في هذا الأوان وبهذا الإبداع المستمر وخطفت المركز الثاني. يا سلام، شوف تابع لي هذه الذلول التي انضمت في هذه اللحظات وانتقلت في هذه الإثارة. يمايل حمد بن الدهيمي بن حمد العامري، يا مرحبا بيمايل، خذت المركز الثاني في هذه الانطلاق. المركز الثالث تابع للوطن وحمد بن طرشون بن صالح العامري، يقدم الوطن مع المركز أيضا الثاني في هذه اللحظات والثالث. المركز الرابع أصبحت ملوح وسيب بن عبد الله بن براك الظاهري، يقدم ملوح مع المركز
المركز الرابع المركز الخامس أتت في هذه اللحظات وانطلقت في هذه الإثارة مشاهدنا الأعزاء، أتت مع المركز الخامس وانضمت اللي هي أيضا أتت الهائلة هزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني اللي بعده تابع لي أيضا هذه المجموعة، تابع لي هذه المجموعة التي انضمت في هذه اللحظات وسارت في هذا المسار المستمر مشاهدي الكرام. يا سلامي على هذا الإبداع، يا سلامي على هذه أيضا الإثارة المستمرة، والأمطار بدأت أيضا تزيد في هذه الانطلاق الأخير في هذا الإبداع المستمر. هذه المجموعة، هذه هي المجموعة مشاهدي الكرام، وهذه هي الشعارات التي زينت ساحة هذا الميدان وسارت في هذا المسار المستمر مشاهدين الكرام. بعود مع ما قدمت الشوطة، بعود مع ما قدمت الشوطة ومع المركز الأول في هذه الانطلاق، هذه الظفرة، هذه هي الظفرة على المركز الأول، الظفرة على الصدارة على ما قدمت الشوط مع المركز الأول، يقدم الظفرة بهذا التقدم وبهذا أيضا الإثارة. مسلم خلفان بن محمد المنصوري مع المركز الأول على صدارة هذا الشوط، يا سلام. ولكن يمايل راعي اليمايل، يمايل مع المركز الثاني، يمايل مع المركز الثاني، يقدم يمايل بهذا التقدم وبهذا الإبداع. أيضا حمد بن الدهيمي بن حمد العامري مع المركز الثاني، الثنتين راحن، الثنتين راحن عن البقية، الثنتين راحن عن البقية. تابع لي المركز الثالث، المركز الرابع، الخامس، حتى أيضا آخر شعار انضم في هذا الانطلاق الأخير في هذا الانطلاق. شوط السادس عشر، شوطنا السادس عشر، المهجنات الأصايل اللقاية، ولكن الظفرة، لكن الظفرة على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع المستمر على الصدارة وعلى المركز الأول في هذه اللحظات. هذه الظفرة، هذه هي الظفرة مع المركز الأول، ما شاء الله تتقدم بهذا التقدم، ولكن لم يستهان بجمايل، لم يستهان في يمايل مع المركز الثاني حمد بن الدهيمي بن حمد العامري مع المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذه التحديات. شوف تابع المركز الثالث، تابع المركز الثالث في هذه الإثارة، وتابع المركز الرابع، تابع بقية الشعارات التي أيضا شاركت في هذا الانطلاق. يمايل ولا الظفرة؟ يمايل، يمايل ولا الظفرة؟ ولكن راعت اليمايل، ما تخلي اليمايل والظفرة تبحث عن ظفر هذا الشوط وعن ناموس هذا الشوط. يا سلامي على الثنتين، يا سلامي على الثنتين، الظفرة ولا يمايل؟ الظفرة ولا يمايل؟ ولكن يمايل بفارق راسه، يمايل بفارق راسه. العصافة البطانة ما حركوهن، نص الكيل والمتر الأخير، نص الكيل والمتر الأخير، يمايل ولا الظفرة؟ الظفرة ولا يمايل؟ يمايل، راعت اليمايل ما تخلي أيضا عوايدها، والظفرة محاولاتها مستمرة، الظفرة محاولاتها مستمرة. يوسلوم، يا سلام، الرقص الجميل، الظفرة يمايل، الظفرة، الظفرة ولا يمايل؟ يا سلامي على هذا التحدي، يا سلامي على هذا الإبداع. اللحظات الأخيرة، 200 المتر الأخيرة، 200 المتر الأخيرة، يمايل والعصافة البطان، الظفرة تحرك خفيفة، يا سلامي عليها، ولكن يمايل، 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 الظفرة، 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 يمايل، يمايل مع المركز الأول، يمايل على الصدارة والظفرة في جوارها. الظفرة ولا يمايل؟ يمايل، 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 يمايل مع المركز الأول والعصافة البطان. مشكور يا بن الدهيمي. المركز الثاني، الظفرة قدمت العرض ما في الكفاية، وقدمت الظفرة مشاهدنا الكرام بهذا الرقص الجميل. أيضا هناك مسلم بن محمد المنصوري، أو مسلم خلفان بن محمد المنصوري، المركز الثالث عند ايضا مشاهد الاعزاء في هذه اللحظات. انضمت اللي هي ايضا مناوره وسيف بن خليفه بن ضبيب الشامسي، الرابع، الرابع ايضا عند مطرشوم، الخامس، المركز الخامس والمركز ايضا السابع حتى المركز العاشر. بتركي لاعضاء خط النهايه، بعود لتوقيت الزمني مقدار 8:11 من الثواني. يمايل حمد بن الدهيمي بن حمد العامري، تهانينا والناموس هي خاتمه الاشواط في هذه الفتره الصباحيه. تابعنا مشاهد الكرام في هذا الصباح وبهذه التحديات مع اول الاشواط في هذا الانطلاق المستمر، وكانت الشاهنيه وسيف او سهيل بن سيف بن سهيل بن كلثم الاخير اللي هي من نالت اول الاشواط في هذه الفتره الصباحيه. افضل التوقيت الزمني كان مع اللي هو ايضا مطيلان ومحمد محمد بن سالم بن عنود العامري، 7:59. تهاني والناموس لجميع الفائزين، وإلى اللقاء في سباقات قادمة في صباح يوم الغد.